السلام عليكم خوتي الاعزاء، مرحبا بكم في هذه الحلقه الجديده. كنتمنى باش تكونوا بخير. في هذه الحلقه هذه غادي نشوفوا جزائريين وجزائريات اللي خرجوا وكيردوا على الجزائريين اللي خرجوا في فرنسا وبقاو كيسبوا المغاربه. حنا ما غاديش نخرجوا نديروا فيديوهات او نديروا مظاهرات باش نردوا عليكم يا الاوباش، ولكن غادي نخليكم مع الجزائريين خوتكم والجزائريات خواتاتكم، هما اللي غادي يردوا عليكم بالطريقه ديالهم الخاصه. المهم خوتي الاعزاء ما نطولش عليكم، غادي نخليكم نتوما اللي غتفرجوا وتحكموا وتعطيوني الاراء ديالكم في خانه التعليقات. ما تبخلوش علينا خوتي الاعزاء باللايك ديالكم.